من نرصد اي موضوع يعني اقول انه يشغل الشارع العراقي او موجود على السوشيال ميديا يتناقلوا رواد التواصل الاجتماعي او يكون الشغل الشاغل بالشارع العراقي وحديث الناس، واكو هواية عندنا امور ايجابيه لكن قراراتها سلبيه والعكس صحيح. يعني بمعنى انه دائما نفتح هذه الفقره باتصالات مع كل مشاهدينا حتى نسمع رايهم ان كانوا مع او ضد، والحمد لله والشكر احنا بكل مع او ضد اي قرار اللي نحكي بيه او اي موضوع، دائما المواطن يكون هو النقيض الايجابي للمحور اللي يكون سلبي او مجحف بحق المواطن العراقي او قرار يظلم المواطن او فئه معينه من اختصاصات ومجالات حياتنا. اليوم احنا كلنا نعرف انه الاسواق المركزيه هي موجوده بكل مناطق وعموم بغداد، فإعادة إعمار الأسواق المركزية وتشغيلها بتكلفة 300 مليار دينار عراقي حتى تعاد وتؤهل وتشغل الأسواق المركزية. وما أعتقد أي شخص بينا اليوم ما يندل مباني الأسواق المركزية ولا شايفها، لأنه هي كوبي بيست، شركة سوت هذه الأسواق المركزية بكل منطقة من مناطق بغداد اللي موجودة بالشعب، موجودة بالكرادة، موجودة بالمنصور، بحي العامل، بحي العدل، بهواية مناطق عندنا ببغداد موجودة الأسواق المركزية. فإحنا اليوم راح نفتح هذا الموضوع، أرقامنا كده احتضر ياكم في أسفل الشاشة، عن إعادة تشغيل وتأهيل الأسواق المركزية للعمل مرة ثانية بتكلفة ما يقارب 300 مليار دينار عراقي. أنتوا مع أو ضد هذا الموضوع؟ تفاصيل الخبر اللي أكيد راح أسرد أني وأكيد زميلتي ماس، إنه كشف خبراء اقتصاديون اليوم بالأرقام المكلفة الكلف الإجمالية لإعادة الحياة للأسواق المركزية وتوفير الكثير من فرص العمل، فيما أوضحت وزارة التجارة المعوقات التي حالت دون إعادتها إلى العمل، داعية للشركات الاستثمارية للاتجاه نحو استثمار الأسواق المركزية وتحويلها إلى مولات تجارية. وقال الخبير الاقتصادي مصطفى حنتوش أن عدد الأسواق المركزية ما بين أسواق مباشرة ومعارض ومواقع خزن تصل إلى ما يقارب 67 موقع تابعة للشركة العامة للأسواق المركزية. وبنفس الوقت مبينا أن استحصال قرار مجلس الوزراء رقم 128 لسنة 2017 بحل الشركة وإحالتها إلى الاستثمار ولم ينفذ، إذ استثمرت إحدى الشركات سنة 2018 من 5 أسواق ثم ألغي الاستثمار سنة 2020. وبالتالي كلفة إعادة الإعمار للأسواق المركزية، وأضاف أنه بحسب تصريحات أحد ممثلي الشركة أشار إلى أن تكلفة تبديل المصاعد والدرج الكهربائي وترميم الهيكل وإعادة صبغ وتعديل الواجهة من التقطيع والديكورات وصيانة شبكات الكهرباء والماء والمجاري تتراوح بين 3 إلى 5 مليارات دينار عراقي لكل موقع. وفق هذه التكلفة فإن مجموع المبلغ المالي ل 67 موقع كحد أعلى يبلغ ما يقارب ل 300 مليار دينار عراقي. أما فيما يخص فرص العمل مصطفى فنتابع سرد التفاصيل. قد أشار إلى أن السوق المركزي الواحد بإمكانه توفير ما لا يقل عن 200 موقع بين محلات وبارك ومطاعم وكافيهات وأعمال خدمات وأمن، وهذه المواقع من شأنها أن توفر 700 فرصة عمل للشباب العراقي كما يقولون، فيكون ناتج المجموع الكلي لجميع مواقع الأسواق المركزية ما يقارب 45,000 فرصة عمل، بالإضافة إلى تعزيز قدرة الدولة على إيصال الأسعار الحقيقية للمواطنين وإقامة معارض للمنتجات العراقية بشكل مستمر وتحقيق الأمن الغذائي. وبيّن أن مساحة السوق المركزي الواحد لا تقل عن 10,000 متر في أفضل أماكن بغداد والمحافظات، ولا تقل أيضا السعر المتر عن 4 ملايين دينار، وبالتالي فإن قيمتها تقدر ب 2 تريليون و 700 مليار دينار، وهي مهملة منذ عام 2003 أي منذ الحرب، بخسارة سنوية تقدر ب 100 مليار دينار، وهذا يعتبر هدر مال عام. يعني كنا نعرف يعني الأسواق المركزية اللي هي من أهم الأسواق التجارية اللي تعتبر مثل المولات، لكن الفرق والمفارقة بالموضوع سيطرة نوعية، رقابة موجودة، كل المواد الموجودة داخل الأسواق المركزية
هي ماركات ودرجة أولى، يعني مو الكوبي بيست، مو الأمور الكوبي اللي توصلنا اليوم، ولا الأمور الماسترات وإلى آخره، لكن كلها كانت ماركات عالمية وتعتبر من أهم الأسواق التجارية اللي كانت بالشرق الأوسط عندنا بالعراق. واليوم كل بنايات الأسواق المركزية موجودة، واللي أهملت واللي تم حرقها واللي انغلقت واللي تهدم البعض من عندها واللي انسرقت وإلى آخره من 2003 إلى اليوم، فهي تعتبر من أهم الأسواق التجارية بالشرق الأوسط. ويانا أول اتصال أم قصي، رمضان كريم والله أكرم علينا وعليكم. أم قصي نصي للتلفزيون وسمعيني من الموبايل حتى ما ينقطع الاتصال. أوكي. تسمعينه؟ نعم أسمع. رمضان كريم والله أكرم علينا وعليكم إن شاء الله. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورمضان كريم علينا وعليكم أم قصي. رمضان عليكم كريم إن شاء الله، كل عام وأنت بخير. وأنت بألف خير يا رب إن شاء الله، ورمضان كريم عليك وعلى العائلة الكريمة. أم قصي يمكن سمعتي الموضوع اللي حكينا به؟ سمعته وكلش يعني التفاتة جميلة منكم. نعم. لأن هذا الواقع أهمله طبعا من أيام الحصار اللي مر بالعراق وبعد السقوط، والتفاتة حلوة يعني من عندكم أن تثيرون مثل يعني هكذا مواضيع تفيد طبعا المواطن، ويا ريت أنا معه. نعم. بس إنه تكون مثلا الأسعار متناول يعني الجميع، يعني أسعار خلينا نقول تناسب الدخل اليومي لكل مواطن عراقي، وتكون أيضا اللي هم مثلا خصم للرعاية، مثلا اللي عند رواتب المعوقين، المطلقات، الأرامل، أوائل الشهداء، يعني لو يكون هاي يعني هاي الطبقات خطية يعني محرومين، هم يعني هم يعجبها خلاص، يعجبها فرن، مايكروويف، اوكي هي يعني بمطبخها يعني، ولو حتى امور يعني هي بسيطه تعتبر بكل بيت يعني المفروض موجوده. بس يعني شو نسوي للوضع والرواتب المتدنيه اللي دي صح يعني يلقاها المحتاج هكا منح. هاي وحده، ويا ريت انه استيرادهم للاجهزه يكون يعني من الدول يبي ضمان، مثلا جهاز ضمان 10 سنين، ضمان 5 سنين، اي مثل ما كان بالسابق انه الاجهزه كلها تكون درجه اولى وكلها ماركات. كان الفرن يتوارث يعني خلينا نقول فرن المطبخ او الميكروويف او الخلاط، صحيح يعني 25 سنه ما يعطل ثلاجات ويعني طبخ باقي الاجهزه، اوكي يعني من مناش تكون يعني مصدرها موثوق، مصدرها يعني موثوق وطويله الامد، وحاجياتها موجودة بالسوق يعني حتى لو تلف أو صيانة إليه. نتمنى احنا، وانا جدا شاكر وجهه نظرك، وجدا شاكر ايضا لمقترحك اللي اقترحتيه عن موضوع انه يكون اكو تخصيص لفئات معينه اليوم، مثلا مثل ما ذكرتي هذه الفئات. نتمنى انه بالبدايه خلي يتم اعمارها، يتم اعاده تاهيلها، توفير فرص العمل اللي تكون بيها، توفير الرقابه والسيطره النوعيه، وبالتالي ان شاء الله كل هاي الامور تنفذ بعد ما تطبق على ارض الواقع. وانا استمع لحديثك مصطفى مع الست ام قصي، تحيه لها، تذكرت الاسواق المركزيه الاورزدي الموجوده بالمنصور اللي هي حاليا مول المنصور امام مدرستي السابقه الثانويه المتميزات المنصور، فكانت يعني الاسواق بالفعل اتذكر احنا كنا بالاعداديه من نخلص دوام نطلع نعبر الشارع نوصل مصطفى للطرف الثاني، وكانت تيجي حتى مخيمات وكانه هرم اهرامات، فاتذكر انه اي كانت البضاعه هذه الجملونات اي عافيه. فكانت يعني فعلا تحجون انتم البضاعه فعلا يعني ممتازه، واسمع انه هي مستورده من الخارج أولى. وبالفعل تتوارث من جيل صح. الى جيل. وياك اتصال، اتصالنا التالي أم أحمد. صباح الخير أم أحمد، تفضلي. الله يخليك، رمضان كريم عليك وعلى الكادر. رمضان كريم مبارك يا رب عليك وعلى عائلتك. الله يخليك. أنا بالنسبة لموضوع النقاش مالتكم، أنا مع يعني إعادة وتعمير وتشغيل الأسواق المركزية. نعم. يعني بصراحة يعني كانت فايدة الناس هواي، وخاصة إحنا الطبقة يعني
اللي نقول مو فقيرة جوا خط الفقر. احنا كليتنا اليوم محتاجين لهذا الموضوع، كليتنا كنا اليوم محتاجين، كنا اليوم فقرة، كليتنا اليوم عندنا عوز مادي، كنا اليوم ظروفنا صعبة. لا استاذ مصطفى، خاصة احنا يعني نستلم رعاية ومثلا عندنا مريض طفل ومثلا الام تاخذ علاجات، يعني حتى مثل مفسد والله العظيم. هسه خاصة بهذا رمضان يعني اطفال كل شيء بنفسهم ما نقدر نجيب لهم ابسط الاشياء. صح صراحه صح. دا احكي فعلا صحيح صحيح عزيزتي. ومناشد استاذ مصطفى بلكي يعني اذا يعني تسوون على هاي القرار مال التربيه، يعني هم يعني ما دخلوا بالامتحان ماده الاجتماعيات، خلي يلغوها اصلا. يعني مثلا اذا مثلا عنده خمس دروس يعني ما يعتبروها من ضمن المواد اللي تدخل بها البكالوريا، يعني ولا مناشده من عندكم ان شاء الله هذه. ان شاء الله بعيني. يعني هم يعني يحسبوها من ماده الدخول بس بالامتحان ما يحسبوها. يعني هم يعني بالسنوات السابقه شويه رحموا الطلاب بالقرارات دور ثالث اربع مواد، يعني هم ثالث متوسط اصلا ما دارسين بالاول وبالثاني هالقد. مناشده نريد بهالموضوع من عندكم ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا ست ام احمد، شكرا لاتصالك، ونتمنى هذا المشروع مصطفى انه يتم وتكون التكاليف حقيقيه وليست وهميه. ما نريد نرجع الى مشاريع غسيل الاموال اللي تصار. فعلا يعني احنا هواي اليوم عندنا مستثمرين، يعني اجى مستثمر اللي قال قطعه قاع بنى بيها مول، ووفر بيها هوايه ماركات عالميه وشركات ودخل بيها هوايه ناس. طيب أنا ليش ما أنه أنا عندي الأسواق المركزية وأقدر أعيد ترميمها وأعيد تأهيلها وأشغل بها أيدي عاملة هواية وتكون يعني هي واجهة جدا مهمة. يعني هو يعني مول المنصور هسه مثل ما ذكرت ماس، هو كان أورز دي الأسواق المركزية، يعني مول الشعب موجود اللي هو مقابلة موجودة الأسواق المركزية مقابلة صار المول. طيب أنا ممكن ما أسوي هذا المول، ليش ما أعيد تأهيل وتشغيل هذه الأسواق المركزية وأقل تكلفة، والبناية موجودة مجرد أنه أعيد ترميمها صيانة مثل ما قلنا إحنا، الكهرباء، المياه، المجاري، المصاعد، الدرج، كل هذه الأمور. يعني أعتقد هذه التكلفة اللي حكينا بيها تعيد تأهيل وتشغيل الأسواق المركزية اللي كانت من دخولها للباب بكل الردهات الموجودة، كل ماركاتها عالمية ومضمونة وطويلة الأمد، والله كعوالي يمكن لليوم محتفظين وعدهم أجهزة. من تقول لك هاي مال الأسواق المركزية، معود هاي مال خير، هذه مال خير، يقول لك أسواق المركزية الأورزدي. فإحنا نتمنى يعني أنه فعلا نهتم بهذه المرافق الموجودة عندنا، أسواق مركزية هواية مناطق عندنا بيها أمور انهملت من 2003 لليوم. يعني دور السينما انهملت، المسارح انهملت وصارت يعني يا اما عذرا مكب للنفايات او ملتقى لشخصيات كنا نعرف اللي دا يصير اليوم واللي دا يصير. اهتم بيها، اعيد تاهيلها، اعيد صيانتها. هواية عندنا امور يعني متطلبات، وهواية عندنا بحياتنا عذرا مرافق جدا مهمه. فاتمنى انه الجهات المعنيه تهتم وتلتفت لكل هذه الامور اللي محتاجه الى تاهيل وترميم واعاده صيانه. ويانا ام كاروان، صباح الخير ورمضان كريم عليك وعلى العائله. والنور عليكم وعلى كادر قناه الرشيد ان شاء الله، وامي رمضان كريم عليكم هم. الله اكرم وعلى الكل. الله اكرم يا رب، ان شاء الله ينعاد عليكم بالصحه والسلامه. ام كاروان، اول شيء شو محضره اليوم فطور؟ ام كاروان الو تسمعيني؟ اي اسمعك ابني. اليوم شنو بنيتكم تسوون فطور؟ والله انا اليوم مثل ما نقول نواشف، راح كنت مسويه كل من يبادله وقت من عنده، والباقي ويا الناس كبه على كباب على شغلات الناس. حلو، احنا قبل شويه بدنا نحكي يعني انا والكنترول عن موضوع التم من باقله، قلت البارحه ما في. والله راح سويت والله. ما بقى شويه؟ صحة وعافية يا رب إن شاء الله، صحة وعافية عليك وعلى كل أفراد أسرتك. عليكم أجمعين، وأشكر القادر همنا، لأن أنتم والله صدق قناة يعني أصدق، بس أنتم الوحيدين أنا أحكي وياكم. يشرفنا. زين؟ لكم قنوات. يشرفنا. أحكي لكم أكثر. يشرفنا أم عزيزة وأخت غالية. تشرفوني آمين أجمعين. الله يخليش. أم كاروان، اليوم بدنا نحكي عن موضوع إعادة تأهيل الأسواق المركزية اللي هو الأورزدي. انت مع او ضد هذا الموضوع والقرار؟ والله هي مع،
تكون يا ربي ان شاء الله. بس حكي فعلا نتمنى انه تطبيق فعل مو بس كلام. اي والله مو بس اول راح يشغلون يعني هذول العاطلين اكو بلاد مشاهدات اكو ادواي يعني هم انا مثل ما ينقال اكثر انا بحجر واحد احسن من العالم انت قاعده والله مو اشوف عندهم شهادات والله بيبيع الخضر وبيبيع يعني احد هم يعني ما اعرف ايش اقول فعلا. ان شاء الله ان الحكومه تكون صادقه وياهم وتكون صادقه بهاي الشغله ابسط الاشياء هاي الارز يباب اللي كان بالمدينه. يعني اعتقد يتوزع بين فتره وفتره شغلات حلوه توزع كهربائيات مو بس كهربائيات يعني حتى شغلات مال اطفال يعني انا وحده من الناس اشتريت حجله لابني بوقتك يعني صدق حجله مو هاي الحجلات هسه قمت اعطيها لحد الان ابني قالوا هاي يعني صدق حجله مالها يعني شغله نظيفه مرتبه صح صحيح زين صحيح لحد الان والله كل يا رب ان شاء الله نتمنى الخير يا رب ان شاء الله ان شاء الله الخير اللي عم على كل العراقيين يا رب ان شاء الله. شكرا لاتصالك ام كاروان وصحه وعافيه على تمن الباقله والنواشف. يعني قبل من كانوا يقولون هاي حاجه جايبه من الاورز دي يعني يتباهى ويتفاخر بيها يعني شو مثلا اليوم من نقول احنا انا لابس لويس فيتو انا لابس كوكو شانيل انا لابس هذه الماركات فبالسابق كان نفس الموضوع الاورز دي كان ماركه لان هي اول اسواق تجاريه بالشرق الاوسط اللي كانت تجيب كل الأجهزة الكهربائية يعني ترى حتى كانت سقواني التمن وهذه الأمور أيضا كانت موجودة بالأسواق المركزية لأنه كل شيء متوفر كل شيء متوفر يعني بالأسواق المركزية اللي هو الأورز دي مثل ما يسميها هواية من الناس. فإحنا فعلا مع تطبيق هذا القرار وفعلا مع تأهيلها وإعادة تشغيلها وتوفير فرص عمل لهواية ناس بيها لأنه تحيي مناطق بغداد بشكل جدا كبير. كافي مولات كافي مطاعم كافي يعني كافي مشاريع, بلا فائدة كافي مشاريع استهلاكية بالفعل مصطفى بلا فائدة. ومن التفاصيل المخطط المشروع من النواحي المالية أيضا أنه 200 موقع رح يكون في حال طبق مشروع إعادة إعمار المشاريع الأسواق عفوا المركزية رح يكون هناك 200 موقع للأسواق المركزية يعني رح توفر كل موقع 700 فرصة عمل وبالتالي المجموع الكلي 45 ألف فرصة عمل للشباب العراقي العاطل عن العمل وإن كان يعمل في أعمال أخرى لا تليق بالشهادات عالية الحاصلين عليها على الرغم من أنه الشغل دائما نقول أنه مو عيب ولكن هناك فرص عمل أكيد رح تكون أفضل لهم في حال تم تطبيق هذا القرار. فنتمنى أنه يطبق وبحذافيرة وبدون ملفات فساد. فعلا يعني أنت ذكرتي قبل شوي أنه موضوع الشهادات وهاي التفاصيل فعلا الشغل مو عيب لكن صعب من شخص يدرس ويتعب ويسهر ويصرف وبالتالي حصل على شهاده معينه هو كان طموحه وبالتالي يعني يشتغل شغله بعيده عن مجاله واختصاصه. خب من البدايه ما ندرس ولا نتعب نفسنا ولا نركض ورا شهادتنا. اي والله. اتصال وياك. نستقبل حسام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الحمد لله. رمضان مبارك. كل عام وانتم بألف خير. وحضرتك بألف خير. رمضان كريم على الاسره والعائله الكريمه امين. تفضل حسام شاركنا. بخصوص الاسواق المركزيه. نعم. طبعا نحن جيل التبعيد مثل الثمايزات اصبحت الاسواق. طبعا هي بيها مساور كانت. يعني نعم. شغلات يعني كل شخص نقدر يحصل على اللي احنا نريدها يعني مثلا كنا نختار اني اذكر اهلي الصوت يقطع عزيزي حسام. نعتذر حسام ما قدرنا نفهم منك ولكن أنا يعني اللي فهمته أنه تقول الأسواق المركزية سابقا وقلت أنه إحنا جيل الثمانينات من خلال السبعينات يعني جيل ما قبل الذهبي أو الجيل الذهبي تمام. فقلت أنه هناك بعض المضار أو المساوئ اللي تصير من خلال الأسواق المركزية يمكن قلت أنه ما نقدر نحصل على كل المواد اللي نريدها أو يمكن تحصل الاتصال بالجودة. كان واضح أنا ما فهمت الاتصال ما كان واضح شنو كان حاب يوصل. فيعني هو أنا خطر على بالي شيء من هو ده يقول على المساوئ أنه أنا ما أعرف إذا هاي المعلومة كانت صحيحة مصطفى أو لا وأنت إذا عندك معلومة
أكد لي إياها أو فند لي إياها. الأسواق الأورسدي سابقا هل هي بالفعل منتجات مستوردة ويعني استيراد وتصدير تجارة حقيقية؟ صحيح. أم بضاعة الكويت؟ لا 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 لا. لأنه هذه الإشاعة كانت واردة يعني أسمعها هواية. لا لا هي كانت أكو استيرار تصدير وكانت أكو بضاعات فعلا كانت تجي من برا يعني بعيد عن موضوع دولة الكويت يعني معامل القطن والأجهزة الكهربائية وكل هذه التفاصيل يعني يعني شيء من أدنى وشيء أيضا كان استيراد يعني حتى مساحيق الغسيل والصابون وكل هاي التفاصيل يعني كلها كانت أكو رقابة كانت أكو سيطرة نوعية كان أكو استيرار تصدير كان أكو معامل يعني إحنا معامل الزيوت كانت تشتغل أدنى. نعم. يعني كانت تتصدر وتستورد ايضا معامل القطن مثل ما قلت لك يعني معامل مساحيق الغسيل ايضا الاجهزه الكهربائيه اللي كانت من عندنا وكانت ايضا اللي كانت تصدر ونستورد بنفس الوقت يعني معناها كان هناك خلط للاوراق كانت تجاره صحيحه اثناء فتره الحصار الاقتصادي والدخول على الكويت يجوز صار عند الناس سوء فهم وخلط ما بين هذا الموضوع وموضوع الاسواق المركزيه اللي هي كان الظاهر مشروع يعني تجاري قائم هو الأول. كان مشروع تجاري الاول بالشرق الاوسط حلو يعني كان هذا الموضوع طيب السؤال ليش اذا ب 2003 فعلا الحرب اللي صار والسرقه اللي صارت والناس اللي اصحاب النفوس الضعيفه اللي دخلت وسرقت وحرقت وفلشت وهدمت يعني بهذا السبب فانتركت ونعافت حالها حال اي كل شيء صرح حالها حال اي مكان يعني موجود اليوم عندنا وكان يمثل معلم من معالم عراقنا الحبيب بسبب الظروف والاحداث والنفوس الضعيفه تهدمت وبعضها اللي كانوا الامريكان استقروا بها مثل نادي القاده واحد ايضا من المراكز المهمه والجميله عندنا اللي اليوم ايضا دا يعاد تاهيله يعني دا نشوف احنا اكيد المره دا يشوفون اعاده تاهيله واعاده تنظيفه وترميمه لانه مكان جدا مهم واحد من هذه الاماكن اللي تحدثنا عنها ويانا ام عبد الله صباح الخير ام عبد الله صباح الخير شلونك امي يطول لي عمرك يوم فدوى الوجه شو يعني مصطفى شلونك ابويا الله يسلمك يوم زمان ما متصله بيكم بس كانت عندي شويه ظروف عيوني بالنسبه للبرنامج مالكم يعني هاي عندنا الاسواق المركزيه اليمنى يم الجسر مال الشعب اي نعم يعني حتى انا بيها نفايات صارت صح يعني هاي الدوله وين وفتحوا مول قبالها مباشره مجرد دا يربحون من عنده المستثمرين الاجانب ترى مو العراقيين مستثمرين اجانب قاعدين دا يشتغلون واحلى شغل وفلوس العراقيين ببختهم زين هذا مو مالتنا وفي موظفين يعني أنا مقابيل اصلا نعم. مقابيل هذا الاورزدي على قولة القايد يعني والله انا نوبات انهضم صح يعني ما اريد ادفعهم تريد الصدق اروح للسوق السوق شلال اشتري وارجع اقول دولة خطيه اصحاب المحلات والهاي ليش اي انا فع ابن بلدي فيهم غدر مو طبيعي هذا المور يعني هو صح حلو صح بيتر فيه وهذه بس وين ولدنا العد ولدنا من دا يشتغلون أصلاً إجا الشفول والأمانة العاصمة أخذتهم ومشت زين تقولهم شغل خلوهم بمعمل عمي المعامل مالتنا مسدودة يعني ما أعرف وين يروح يشتغل هذا العمر 20 سنة و 22 و 25 ما يريد يتزوج ما يريد يكون بيت زين هذا والله الأسواق المركزية مال الشعب أنهضم من أشوفها صح يعني وإحنا كلنا نعرف حتى صاحب البسطية اللي كانت بركن الأسواق المركزية أبو المخضر اللي هدموا البسطية مالته والخضروات والفواكه اللي كان أيضا أيوة موجود يعني الله كريم عيوني مطلقة سالم عينك يوم يطول لي عمرك شكرا أمي بل في سلامة يوم يطول لي عمرك العمر الطويل إلها إن شاء الله أنا ما أعرف إيش من تتصل يعني يمكن توافقوني الرأي صوتها يذكرني العمر الطويل إلك يعني بالفنانة الراحلة نادي العراقية نفس خامة الصوت نفس طريقة الإلقاء نفس النبرة يعني فالعمر الطويل إن شاء الله إلك يوم وربي يطيش دوم الصحة والسلامة يعني الحديث يطول المناشدات الطول مع أو ضد عدنا إحنا هواية إحنا هواية عدنا ضد وهواية عدنا مع إحنا هواية شفنا الكل مع إعادة تأهيله الكل مع أنه الأسواق المركزية ترجع تشتغل بأيدي عاملة عراقية باستيراد وتصدير وضد قرار موضوع المولات والأماكن اللي صارت اليوم يعني الكوبي بيست صح
اوكي اماكن ترفيهيه، لكن هذا ترى ضحك على الذقون لا اكثر ولا اقل. يعني مساحه المول انا اقدر اشغل بها اي منتزه. احنا ترى هسه عندنا مس الزوراء هي منتزه يعني وجزيره سياحيه، جزيره بغداد اللي ايضا الناس ما بدات تجي لها اكثر، مثل موضوع الزوراء. فاشتغل بموضوع انه اماكن ترفيهيه يعني خلي تكون منتزهات جميله. اما الاستثمار مكان هذه المولات بدنا نبنيها، افعل الاسواق المركزيه، اخلي شركات استثماريه عراقيه، اشغل المعامل والمصانع اللي عندنا، اصدر واستورد، ارفع اقتصاد بلدنا. يعني هوايه عندنا اماكن استثمار ترفع اقتصاد البلد لكن مهمله، وباستطاعه الجهات المعينه انها تعيد تاهيلها وتشغيلها وتشغل ايدي عامله. لكن مثل ما انا قلت قبل شويه، كل تضحك على الذقون، يعني مجرد انه وعود، قرارات، حبر على ورق ما تطبق. يعني اني وماس واحنا كنا بصوره عامه، احنا جزء ما يتجزأ من معاناه المواطن العراقي، احنا عايشين بنفس الدوامه، عايشين بنفس الدائره، بنفس هذه الحلقه اللي مدوخه الشعب العراقي. فنتمنى فعلا تؤهل وترجع الاسواق المركزيه ويرجع الاستيراد والتصدير، نشغل الايدي العامله، اصحاب الشهادات، حتى اللي ما عنده شهاده اليوم هو قادر انه يشتغل وقادر انه يرفع اقتصاد هذا البلد بمجهوده بذكائه. فنتمنى ونتمنى ونتمنى، وبلد الامنيات. وانا دائما اقول ايش وقت امنياتنا تتحقق ويجينا بابا نويل اللي فعلا يوفر لنا كل احتياجاتنا ويحقق كل امنياتنا. كان اكو كاردون اسمه بلد الاماني اذا تتذكرين، انت من قلت بلاد الامنيات قلت ذكرت الكاردون، يدخلهم لبلاد هذه الاماني ويحقق لهم كل امنياتهم. فان شاء الله يا ربي بهذا الشهر الفضيل العوض للشعب العراقي يعوض بكل انكسار انتصار، يعوض بكل فشل نجاح، يعوض بكل خيبة أمل بفرصة أمل جديدة وإشراقة تشرق على هذا البلد وعلى كل شعبه وكل ناسه الطيبين. وأعتقد ما سألت شيء تحبين تحكي. يعني كانت الست المتصلة الأخيرة بس فاتني اسمها، يعني أنا أم مصطفى. يعني أحييك أم مصطفى وكل مواطن عراقي بالفعل أنه يمد إيد العون لأبناء البلد. حب أم عبد الله عفوا مدت إيدها لأبناء بلدها، تقول أنا ما أروح أتسوق أو أشتري من المولات وإنما تروح على المحال العراقية الصغيرة. طبعا هذا لا يعني أنه إحنا ضد العمالة الأجنبية، لأن بالنهاية أرض الله كلها هي أرض الله واسعة، ولكن طبعا مثل ما نقول ابناء البلد هم الاولى بالاستفاده من خيرات البلد. فان شاء الله يطبق هذا المشروع وكل المشاريع، ولكن بتكلفه ماليه حقيقيه حتى لا نطلع من مطب وندخل بمطب ثاني. حتى نطلع من كل فقراتنا لليوم، وصلنا لختام حلقتنا لليوم بكل فقراتها وبكل محتواها اللي قدمناه لكم. اني وماس شكرا لك ماس، واكيد شكر لكل متابعينا وكل ناسنا اللي شاهدونا، ونتمنى لكم صيام مقبول وافطار شهي ولكم متعه المشاهده بكل ما قدمنا لكم شاشه الرشيد الفضائيه خلال شهر رمضان المبارك. والختام سلام.